والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم سلسلة سيتي سكاي لاين المدينة الخضراء اللي قلت بوقفها لكن ما وقفتها. وليش ما وقفتها؟ بسببكم انتوا حبيتوا سلسلة، بغيتوا تتابعون السلسلة، عجبتكم السلسلة، فقررنا نكمل السلسلة. اشكركم وشي على متابعة القناة، اشكركم على اهتمامكم بالسلسلة. كل اللي يتابعها، معظم اللي يتابعون الكثير كتبوا كمل السلسلة ولا تنهيها، وتبون السلسلة هذه تستمر، فبإذن الله راح تستمر، بإذن الله راح تستمر. لكن في شغلات فرق بسيطة جدا، لأن مثلا واحدة من الشغلات أن الحين دي إل سي، وفي حد سألني من وين السلسلة. السلسلة يبنها من الستيم، تشترون إكسبانشن أو امتداد لها، والامتداد هذا يحتوي على محتويات جديدة، محتويات اللي جديد تحصلون على الطريق هذا. ف اللي حاب سلسلة، طبعا كنت أبى المدينة أساسها يكون صوب البحر، لكن شوي أمور طلعت، الحين عندي امتدادات. تشوفون أنتم شيء جديد هني، بخبركم بعد شوي. هاي الحلقة الجديدة سالفتها كلها هني، الحين كل السالفة هناك في المنطقة الجديدة. فبنمتدد على الوين؟ على البحر. لكن عندنا الامتداد محدود ترى على البحر حتى. أبو المدينة معظمها تكون شاطئية. في حلول ثانية، في شغلات ثانية بنسويها، في أمور ثانية وايد طبعا. لو أنكم تبون السلسلة تستمر، راح تستمر، ليش ما تستمر؟ للمنطقة الجديدة، للمحتوى. طلعت فرع جديد للهايوي. طبعا قبل هذا كله سوري، لازم أقول لكم إن شو سوينا. اللي سويته بشكل أساسي أني حددت وين الموارد. شفت عندي منطقة بترولية هني، طبعا نحن محتاجين كل شيء حاليا، بس منطقة بترولية عندي هني، فمديت لها ماي وعندها كهرباء، وحطيت لها للمنطقة هاي اللي بتستوي منطقة بترولية صناعية، حطيت لها ترين ستيشن، ونزلنا سلوب خفيف. السلوب هذا أو الانحدار هذا راح يخليني أمد الشوارع بشكل سيدة من غير ما يلعوزني، لأن بتكون هني في منطقة سكنية. المنطقة السكنية هاي أنا بغيت الشارع يمتد. خليني أراويكم على سبيل المثال، إذا بيب شارع من هني لهني مش محتاج أي تعقيد، تشوفوا الشارع قاعد شو يقعد سيدة. فهاي الحكم من القطار، القطار يمر من تحت زحمة المدينة، مو السبب لي زحمة في نص المدينة أو شوارع أو جسور غريبة وهالسوالف. كله سويت عن طريق الترين سلوب طبعا. فاللحظة، فكله سويت عن طريق الترين سلوب هذا، ومديت الشارع قد ما أقدر وين صوب محطة القطار ولا سكة القطار سوري، ومنها الشارع هذا مديته ووصلت لين هني. والمنطقة الشوارع شوي غيرت فيها بحيث انه ما يطلعون من كل مكان، يعني هاي الطريقة التقليدية وهاي الطريقة جديدة. بشوف كيف زحمة المكان بتستوي بعد الطريقة هاي الجديدة، الطريقة الجديدة اتمنى انها تكون ممتازة. طبعا بنحدد الدستركت اول شيء اخبركم، لان هاي منطقة بترولية، انا تكلمت وياكم قبل، اللي متابع سلسلة يعرف المنطقة إذا تتخصص، المنطقة إذا لها تخصص مثلا بترول شير ولا غيره ولا مهما يكون، لازم تكون ضمن قطاع، القطاع اللي هو ديستركت. القطاع هذا شو شغلته؟ القطاع هذا شغلته أنه يوفر المباني أو ولا ناس ذات التخصص يجون هني فقط. نحن الحين البترول اللي يحتاجه المدينة، ترى المدينة تحتاج موارد، الموارد اللي موجودة هني هاي الموارد المدينة تستوردها من وين؟ من برا. نحن بدل ما نستورد الموارد من برا الحين، نستغني عن البترول استيراد برا، نحن نبدا نصنع بترول ونصدر بترول في المكان هذا. طبعا حطيت شويه هنا شغلات. زين، كانت الخطه اول شيء قلت بفتح هني بسوي مدينه، بعدين قلت لا، المنطقه عندي هني كبيره جدا، ومن الممكن ان نحن شو نسوي، نسوي حول هالمنطقه السكنيه. قامت تتمطر، نسوي حول هالمنطقه السكنيه. المنطقة السكنية راح تكون حول المنطقة الصناعية، ما راح تكون حتى ضمن المنطقة الصناعية. طبعا سوينا الشوارع الرئيسية 6 لين على فكرة. في الخطة الثانية هي هني اللي هي هذا المكان، راح يكون شو أول منطقة سكنية في المكان هذا، أقرب مكان لها، هذا أقرب مكان لها. طبعا أنا ما حطيت كل شيء على البث لأنه بياخذ وقت طويل، بياخذ وقت حلقة كاملة بس، وأنا أسوي لكم شوارع، الشوارع الباقية بنسويها. بس الحين أنا استغنيت عن شو بالفور لين، استغنيت عن ال ال ال
أبى الناس تطلع بطريق الشارع الرئيسي عن طريقين بس، وبنسوي اللي هي الفكرة هذه اللي هي إن هذا شارع أساسي بيكون. لحظة، 90 درجة نبغى، زين. وطبعا الهاي واي لازم وصلته هني، بس ما وصل هني بعد، بيكون في زحمة على الهاي واي هذا. الهاي واي الخروج من دخول من هني والدخول الثاني من هني، الحين يبغى لنا هاي واي خروج، الخروج راح يكون بعد مكاني نفس الشيء. نيو بيلدينجز، نعرف عندنا نيو بيلدينجز، عندنا اكسبانشن جديد، عندنا شغلات جديدة، معناه عندنا مستوى صعوبة أكثر، عندنا وايد شغلات ممتعة أكثر في السلسلة نفسها بحد ذاتها يعني. هني ما بيرموا يطلعون إلا عن طريق اللي هو هلا نسوي نفخ. أقدر أسوي نفخ هني؟ شكله ما أقدر، شكله ما بقدر أسوي نفخ. هلا نسوي نشارة مشكلة، أنا عارف إن في مشكلة مش راح تجي، بس مش إني مش عارف، بس قلت بحاول إني أضبطها، لأن ممكن أسوي القطار بحد ذاته نفق، ولا أخط القطار أسوي نفق وبدون مشاكل. بعدين بتولى، مو مشكلة. خلي الحين المخرج هذا ما يودي مكان، أو خلي نمشي المخرج هذا، بس هي مخرج بعدين، ما بناخذ وقت الحلقة كامل على المخرج هذا. انزين، نكمل منطقتنا افضل. فالحين هذا عن طريق هني، والمنطقة تكون زحمتها داخلية، ما تكون الزحمة شو خارجية ابدا، بعيد عن الزحمة شو خارجية. هذا هني، انت تعال تمايل شوي بس ما عليه، مو مشكلة. هاي بتكون منطقتنا التجارية، وبتكون المنطقة الصناعية وما إلى هناك، سوري، التجارية والمكاتب والسكنية بتكون هني. طبعا نحط فيها شوي ماي، نحط فيها خدمات، ونبقى بعد في نفس الوقت نمد لها كهرباء للمنطقة هذه. وين ما يطلع العماير الحين بنحط فيهم كهرباء، مو مشكلة. بحطي هاي دنسيتي كوميرشال، يكون جنب صديقنا منو التجاري، حطي لكم المكان هذا، وبسوي هني سكني، والمنطقة المتوسطة بينهم راح تكون مكاتب حق التلوث هذا، لأن المكاتب ما يسببون تلوث. لو تذكرون الأول شو كنا نقول، المكاتب ما تسوي أي تلوث، فهذا ما راح يسبب لنا تلوث في المنطقة. من يتوصل كهرباء من واحد من الاماكن بفصلها الكهرباء من هني، يمكن هني عادي فوق الهاي واي، لان المنطقه اللي حولها كامل على الاغلب راح تستوي سكنيه تجاريه، هني سكنيه تجاريه. بس نحن محتاجين صناعه جديده الحين، الصناعه الجديده اللي هي تسمح للمكان هذا انه ينمو. الشيء الثاني اللي بنحتاجه فعليا اللي هو هذا الشارع العام، ولا الشارع الواصل بين الاثنين. محتاج اسوي هاي واي، اتصور افضل بيكون، ولا حتى ما يبغى يكون هاي واي، مو مشكلة. بنسويها شارع 6 خطوط، نسوي شارع 6 خطوط. هذا سرعته 80، هذا سرعته 60. 60 يكفيهم 60. شارع رايح راد، انا بقول الحين شارع رايح راد، اوكي 60 يكون اكثر من كفاية. نمرر هذا من هني، نزل من فوق المكان، نسوي تقاطع بحيث انه يكون الطريقة هاي استوى. ايش اهم شيء؟ ما يستوي شاير. لحظة، مشكلة الناس بتخف هني، انا هذا اللي محتلنا. بس على الاقل في نقطة توصل شارع بينه وبين مدينة ثانية، يعني ما في حد يقول انا بطلع والله الهاي واي وبرد بدخل وبيلفة الكبيرة، ولا وهو شغلة بين المدينتين. لا، خلى اللي شغله بين المدينتين يخلص شغله وين؟ بين المدينتين. مش بتساوي بالضبط نصوبين، مش بتساوي بالضبط. اعرف في حق وارد، في مباني، في وايد شغلات موجودة ممكن نطورها. انتو شو عندكم مشكلة هني؟ نت انف وركرز.
عندي مشكلة عمالة حاليا، يقول ما عندهم عمالة كافية، مع ان الامور احسها طيبة مفروضكم من ناحية العمالة. خلينا نحط لنا شوي ناس ساكنة هني، مشكلة بيسوي زحمة في الشارع. انا اوريدي عندي زحمة هني، حتى في الشوارع الكبيرة عندي زحمة، شوفوا. بس الباصات هي اكثر زحمة، بس الزحمة اوكي يعني، مش وايد زحمة. خلينا نرجع مكاننا. بل لحظة، تشوف صورة واحد ميت، ما عندنا خدمات تذكير هني. عندنا الخدمة المفروض تكون وافية. وين أقرب مركز؟ بعيد وايد. لا والله بعيد صراحة، بعيد وايد بعيد. خلنا نحط لنا منطقة ولا مكان هني، نحط لنا مقبرة أو لا. هاي المفروض تكفي إن شاء الله، إنها تكفي. بنشوف إنها تكفي إن شاء الله. أوكي، الحين العماير قامت تطلع والتجارة قامت تطلع في هالمكان. طبعا هني طبعا حتى شكل المصانع غيره، ما تسوون تخصص في المكان، تحيدون نفس الفورستري يوم سوينا التشجير والغابات وغيره. انا برايكم هذه، شوفوا اشكال الصناعة هني غير عن المصانع العادية، الصناعية العادية هني. ما اعرف يصلحون سياراتهم، ما ادري يسوون شيء، استيراد تصدير وغيره، يسوون تلوث وايد. هني غير، هني منطقة خضراء. مستوى عندنا زحمة ما شاء الله، وصلنا 43,000 واحد الحين، يعني مدينة حلوة يعني، متوسطة ممتازة المدينة. في عندنا هاي، شو آخر شيء اللعبة تقول إنه كبير؟ 75,000. عقب 75,000 نحن بنروح، ما في شيء جديد. من نوصل 75,000 حتى نفتح المطار الدولي. يعني ما عندنا الحين مطار دولي، عندنا يعني مطار داخلي، نقدر نسوي خطوط طيران داخلية بيننا وبين المدن الثانية. الحين الموضوع نبغى خدمات حق المكان، بس بستعمل خدمات كبيرة في الوسط، ما بستعمل خدمات صغيرة. عارف 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 المباني الجديدة لا تحشرني، يعني بسوي هني أول شي بوصلهم مصانع يعني. أوكي، الهدف الأساسي منها كهرباء على فكرة، وبنسوي مكاتب عندنا هني. ما با ارض جديدة، بعدنا ارضنا ما خلصناها. خلنا نخلص ارضنا ونرتبها عدل، لان هني في مجال حق مدينة ضخمة وايد ضخمة. بس ما اتصور بسوي شغلات سياحية هنا، شغلات سياحية يمكن اخليها صوب البحر. هاي مدن داخلية، يمكن احافظ عليها على ما هي عليه، احافظ عليها مدن داخلية. بس اهم شي عندي الموظفين الحين قاعد ينتقلون يروحون يردون بكل سلاسة. الحين بس بمد قطار ثاني هني، اساس نحن يعني سكة القطارات عندنا شغالة، القطارات عندنا شغالة بشكل وين سالفة الترانسفير. هذا هو، هذه القطارات ترينز، شوفوا عندنا الترين والمترو 1000 وشي نفر شهريا، واللي هو مو بشوية ترى على فكرة يعني. انزين، نبغى قطار، بس قطار شو؟ قطار وادم مش قطار سمان. القطار هذا يكون هني، ونوصل القطار بالدوار. اللي يدخل ويطلع عن طريق الدوار هذا. زين، اذا سار ويرد قطارات كيف تصير ترد؟ نحطها عن طريق التقاطع، نحطها عن التقاطع احسن صح، من اي اتجاه ممكن يدخلون او يطلعون. اتصور حتى يمين ممكن يلف، ولا هذا بيتحرك مع هذا، بيشبك هني، بيشبك ويا سيدة، يروح يمين وبيروح يسار. اوكي، استوى عندنا قطار. تعال انت مش تتشكى تونا، كرايم ريسز هاي، مفروض انه يكون في كرايم ريسز هاي، مفروض هاي شيء طبيعي، لانه ما عندكم حتى مركز شرطة انتم. انزين، الخدمات اللي هنا راح تكون ضخمة، ما راح اعتمد على شغلات صغيرة، راح اعتمد على شغلات كبيرة وايد. منها مركز شرطة كبير، يكون في مش مكان مسكر، لا ما في مكان مسكر ولا احد هني، ابى مكان الاستجابة يكون عالي هني، اللي هو افضل مكان هذا. وبنحطي ورا مركز الشرطة، شو بنحطي عنده؟ انا اصلا المنطقة صناعية، فابى احطي لحظة، أنا كان عندي شيء
رايكم يا اذا موجود، ما اعرف اذا نزلت الباركن، بس الباركن هذا فيه لا ما حطيته خلاص. باركن فيه طاقة شمسية، لا شليت المود، شليته كامل، شليت المودات. كنت اجرب مودات والمودز هاي اللي شو اسمه مش موجودات. فالحين بنحط اصلا هني منطقة كهرباء جديدة. ف الحل هو في نويز، هني في نويز بس مو عليها، على المنطقة الصناعية بيكون النويز. لكن ابا نووي، النووي عندي اصلا وايد زايد الكهرباء، وايد زايد الكهرباء، مو بشوية عند الكهرباء ابدا. فليش ازيد زيادة؟ لا مو بزيد زيادة، بس بشل هالصوب هذا، الخصم هذا، بحط مكانه محلات تجارية في الوسط اساس الناس اللي تبى تتشرع، وبحط عند هذا حاليا مؤقتا بس وند، ما بامد كيبل، بس ما بامد كيبل كهرباء. هالموضوع كله ما بامد كيبل كهرباء ترى، حاليا ما بامد كيبل كهرباء، وبشله بعدين مو مشكله، ببيعه بكسره بسوي شيء، ولا انه يخرب علي دنيتي. انزين، غير مركز الشرطه الضخم، لان المكان ضخم اصلا، بنحتاج فاير هليكوبتر جبتها نايس. انزين، بنحط بعد فاير ستيشن ضخم مش الصغير، ما ابغى فاير هاوس، عند الشرطه بعد يكون مكانه. وبنحطي مستشفى ضخم، حطي هوسبيتال رسميا، اللي يبي يجي الحين وساير ولا اي استجابه عن طريقه منو المستشفى. طبعا نبقى قريب يارد، قريب يارد ميكس بيبل هابي، احس يسون حديقه يعني. بس بحطيه وين؟ اخر المدينه، وجنبه على طول الديث كير اللي هم يهتمون في شؤون الموتى ولا غيره ولا غيره ولا غيره ولا غيره. عندنا طبعا بنستعمل الجرين ريسايكلينج سنتر، اكيد ريسايكلينج سنتر اكيد، ما راح استعمل غيره. اظني اصلا بيتوصل الحين، هيتوصل خلاص، مش محتاج هذا. هاي قامت تستوي اساسيات تقريبا حق كل مكان، الشغلات اللي نحن قاعدين نحطيها اساسيات تقريبا حق كل مكان خلاص. هاي البدو انتاج اوريدي، بس ما عندهم عماله. زين اذا ما عندهم عماله، زين لحظه، عندهم عماله، هاي منطقه سكنيه كامله، حطيت كم لحظه، لا 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 مش تكاكين، جبت لي منطقة سكنية كاملة بحطها، مو مشكلة، مش مشكلة أبدا 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 أبدا. الحين خلنا نشوف شغال عنا هذا أصلا يسوي شيء، بيكون شغال دائما موصل إن هذا إيش اللي ودو يجيب حد. للحين ما حد يروح يرد عن طريقه، حتى اللي هني يدلف هني ما بسوي خربطان هني كامل، ما بسوي خربطان. نقدر نسوي محطات داخلية على فكرة، يعني نقدر نوصل هذا في هذا، اوكي، ونرجع وين هني، ونوصل هاي محطات داخلية هذا في هذا، لانه محطة كبيرة. الديبوت رقم مثلا 2، ونرجع وين؟ وات ايفر ديبوت حاطينه احنا هنا، هذا اللي في الوسط مثلا. ونستعمل كان عندي محطة اختارات ثانية صح، نتيلة بس هاي الصناعية، هاي وصلتهم في بعض اثنين. ممكن نستعمل اكثر من خط على فكرة، ممكن نستعمل اخر خط هني، اخر خط هني، وارد وين؟ عندي خطين من الخطوط هاي، الست خطوط حق منو الحين توصيل داخلي بس، وعندي خط حق توصيل هذا، شفتوا كيف؟ بما ان اللي رايح غير عن اللي راد، نقدر نسوي حتى ستيشن ثاني اذا نبغى، ونوصله طريقة هاي، لان الشارع واحد مو مشكلة. احنا معتمدين على انترسكشن، وهذا يكون عامل اللي جاي من برا، هذا لو انترستي كونكشنز
ونقدر نستعمله داخليا. الحين استوعبنا القطار يستعمل داخليا داخل المدينة، الناس تقدر تروح ترد عن طريق القطار الداخلي. فبيكون عندنا عمل عمالة اكثر بي وايد، والناس اسرع بدي. ما بعتمد وايد على الشوارع العامة، بس الشوارع العامة ترى بعد مهمة، ترى يكون موجودة عندنا شوارع عامة. يعني لا تعتقدون انه شيء غير مهم. انا نسيت موضوعك انت صح، المشكلة اصلا محتاجين مدارس. حطي لك مدرسة هني، اكثر من مدرسة بنحتاج، مدرسة واحدة ما تكفي. المنطقة اظني لازم انساها، المنطقة لازم انساها. حطينا مدرسة عند هني، اوكي غطت تقريبا، مو بتغطي كل شيء لان مدرسة عادية. بنحط مدرسة ثانوية وحدة، جامعة بعدين. جامعة ما اظن نحتاج جامعة، لا ما نحتاج جامعة، نحتاج مدارس ثانوية بس. بس ابتدائية اظن بنحتاج. في نسبة غير متعلمين انا محافظ عليها للحين، شوفوا على الهامش يا سخلي، لان هاي الناس اللي بيدمون في الوظائف الاقل شوي. الشيء مش سياحي ولا مش تحسونه صحيح، بس للاسف هذا الواقع مثل ما تقولون. لازم يكون في حد غير متعلم في الواقع، ما يمشي بالطريقة هاي. حتى لو انت متعلم الناس قد ترضى بالوظائف، بس في اللعبة مسوية بطريقة كيف ان الناس ما ترضى بأي وظيفة أي شيء، لانها متعلمة. ناس يقول انا درست لي كم سنة، هي الحين دام وظيفة تعبانة ليش؟ ما يبى يستوي، ما يبى. فما نقدر نجبرهم على هم كيفهم. وصلت الخطار بعد من اتجاه ثاني، ما ببني شيء هني، بنعدل الارض بعدين مو مشكلة. هاي كان بالنسبة لها الحلقة، وقت الحلقة لليوم خلص، وان شاء الله طلبت تكملت السلسلة هاي، ونحن بنكملها وبنشوف سالفة منطقة الصناعة البترولية، ونشوف مشكلة الوظائف اللي راح تقتلني. فنشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة. عيبتكم الحلقة لا تنسون لايك شير سبسكرايب وكل هاي الامور، وثانكس على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة